فمجاله واحد من أهم الدكاترة أو الأطباء أو في مجال الطب الرياضي بشكل عام، وطبعا صاحب تاريخ كبير مع المنتخبات الوطنية مع نادي الزمالك، حاليا هو طبعا الدكتور نادي بيراميدز، طبعا الدكتور الشهير والطبيب الشهير دكتور مصطفى المنيري اللي لسه راجع طبعا من أثيوبيا مع إسلام عيسى. طبعا كانت في مهمة كلنا كنا بنحاول نطمن فيها على إسلام عيسى. دكتور مصطفى برحب بيك. اهلا اهلا اسلام، ومتشكر جدا على المقدمه. يعني لا ده اقل حاجه طبعا دكتور، يعني هو ورئيس اللجنه الطبيه كنت حضرتك في اللجنه الاولمبيه مظبوط كده؟ انا كنت عضو في اللجنه الطبيه، كان رئيس اللجنه اعتقد دكتور حسن. دكتور حسن، يعني طمني على إسلام عيسى وإيه اللي حصل بالضبط، ويعني التفاصيل إيه، لأن طبعا إسلام عيسى لاعب مهم ويهمنا طبعا كمان إن إحنا نطمن على حالته. يعني هو في البداية إحنا كنا في المباراة في الشوط الأولاني حصلت إصابة التحامية نتج عنها كسر في الأنف وجرح، خرجنا على طول من المباراة. فحص فحص مبدئي، ما فيش أي علامات إنه يكون عنده ارتجاج في المخ، وعيه لم يفقد الوعي، الحالة جيدة. خيطنا له على طول الجرح عشان نوقف الدم وثبتنا الأنف ونزل يتفرج على المباراة. وبعدين احنا سافرنا بعد المباراة، يعني سافرنا حوالي الساعة 9، ركب الطيارة، الأمور كلها طبيعية. الطيارة ما بتقدرش تاخد المسافة من تنزانيا للقاهرة مباشر، بتنزل عشان تعمل وقود في أديس أبابا. بعد ما نزلنا في أديس أبابا فوجئت إن هو بيعاني من حالة عياء عرق. بدأنا نعمل الإسعافات الأولية، نرفع رجليه عشان ننشط الدم للقلب، أكسجين، لكن يعني تحسن بس مش اللي هو 100% يعني. وبالتالي كان القرار ان احنا ننزل طبعا المسافه حوالي 5 ساعات، ماتش ممكن الحكايه دي تتكرر دي. من حوالي الساعه مثلا 10 لغايه الساعه 12 الطياره بتعمل اجراءات عشان ننزل اسلام والجهاز الطبي انا ومساعد لويس. على الساعه 12 سمحوا لنا بالخروج. في الفترة دي برضك احنا كنا بننقل له اكسجين، بنعمل له الاسعافات الاولية، الحمد لله يعني ما فقدش الوعي والحالة بدأت تبقى ستيبل. رحنا مستشفى، كان اختيارنا ان احنا نكون مستشفى قريبة من المطار، وعرضوا عليا كذا مستشفى، اخترت المستشفى النرويجي لان انا يعني عارف ان النرويج من البلاد المتقدمة طبيا، واعتقد المستشفى كانت جيدة، بس كان طلبنا انها تبقى الفندق برضك اللي ننزل فيه جنب المستشفى. كنا ممنوعين طبعا من الخروج لسبب الظروف اللي كلنا عارفينها. مع يعني دخلنا المستشفى عملنا له اشعه مقطعيه على طول على الراس عشان نتاكد ان ده مش ارتجاج في المخ او في مشكله، والحمد لله طلع الجمجمه والمخ سليم. ما وحطيناه تحت الملاحظه والحمد لله ما حصلش حاجه لمده 48 ساعة، وفضلت أنا أن يخرج من المستشفى نقعد في الفندق بردك عشان أطمن عليه أن ما فيش أي مشاكل. الحمد لله يعني ما حصلش أي مضاعفات، وجينا امبارح الساعة 2 بالليل، وخضع امبارح بردك في المستشفى الجوي لفحص أنف وأذن عشان نعمل له عملية بسيطة في الأنف لتثبيت الأوجاج الحاجز الأنفي عشان يقدر يتنفس كويس وهو بيلعب، ما يتعرضش لمشاكل بإذن الله. طيب هو هيعمل مطمنة جدا. هيعمل عملية النهاردة لتصحيح الكسر والأوجاج اللي حصل نتيجة بيحصل دايما بعد إصابات الأنف بيحصل أوجاج في الحاجز الأنفي. ده هيعملها النهاردة عشان يعدلها بإذن الله تبقى كويسة. طيب يبدأ بقى هو يعني هيغيب كده يعني بعد الإجراء الجراحة هو في لسه احنا دلوقتي ما تكررش اللي هيتعمل له ايه بالنسبة للعجاج، هل هو بيكون تصليح مقفول ودي عادة بيرجع للملعب مثلا خلال
اسبوعين لان ما فيش، لكن لو تعرض ما الاوجاج ده لما يتفتح ويتصلح ده بيقعد اعتقد حوالي شهر يعني، بس لسه ما تكررش. اللي هيتوقف على حسب التدخل الجراحي، هل هو التعديل مقفول ولا مفتوح. يعني هي طبيا كانت الحاله تستدعي ان لابد من ان هو يدخل يعني مستشفى في اثيوبيا يعني. كان ده طبعا كان في خطوره يعني، هي طبعا لو احنا على الارض او في يعني فاهم كان بسيطه يعني، لكن انك انت هتطير 4 ساعات ثاني وانخفاض الضغط الجوي في اثيوبيا كان لازم يستدعي ان احنا طبعا ننقله المستشفى طبعا. طيب لكن هي كالحاله يعني الحاله مش خطيره طبعا يعني والدليل على كده ان احنا في المستشفى كل اللي عملناه تحت الملاحظه يعني. يعني الحاله مطمئنه وهو بقى يعني الحمد لله. انت كان في حد مرافق مع حضرتك من الاداريين؟ كان معايا، لا احنا الموضوع ما يحتاجش يعني اداري يعني، انا وكان معايا المساعد بتاعي من الدكتور لويس والموضوع طبي بحت يعني. ايوه يعني، لكن الحق يتقال ودي نقطه مهمه احب برضك اقولها، السفاره المصريه يعني فعلا حاجه مشرفه جدا. السفير محمد عمر جاد كل يوم معانا. طبعا احنا كان عندنا مشكله ان اتنبه علينا ان احنا ما نخرجش غير من الفندق للمستشفى. طبعا ده كان تتصور احنا نازلين طبعا الملابس بتاعتنا وكل الاحتياجات بتاعتنا في الطياره يعني، سواء مثلا انت معكش مكنه حلاقه، معكش فرشه سنان، الملابس اللي انت بتلبسها دي هي اللي هتلبسها 3 ايام. هم بصراحه يعني اي حاجه كنا بنعوزها كان على طول بيستجيبوا، غير نفسيا برضك هم يعني ادونا دعم نفسي كويس جدا جدا جدا. الحاجه برضك الغريبه برضك احب اقولها ان احنا يعني لقينا ود من الشعب يعني من الناس اللي واجهنا شفناهم في الفندق، مبسوطين مننا ان احنا مصريين مش متضايقين يعني، ودي حاجه انا يعني فوجئت بيها، وكلهم بيقدموا المساعده لينا في المستشفى والفندق. يمكن التباطؤ اللي حصل اللي هو حصل في ان احنا عشان نطلع من الطياره ونخرج من المطار طبعا دي طبعا كان تباطؤ، بس بعد كده في شخص اللي هو تولانا بعد كده اللي فهمت منه ان المطار هناك بعد الساعه 8 في بالنسبه للطائرات الخاصه بيبقى في يعني قليل قوي اللي بيجي المطار في الوقت ده، فبيكون في اجراءات مشدده. مش اجراءات مشدده، في صعوبه في اتخاذ القرار السريع. يعني بيبقى في صعوبه يعني هو يعني كان احنا كنا فاهمين في الاول ان هو يعني تعنت وتعمد والكلام ده، قد يكون ذلك لاجراءات امنيه طبعا مشدده هم بيتخذوها. لكن بعد ما في شخص اسمه زلمه ده لما جه بدات الامور فعلا تتحسن، واعتقد ان برضه يرجع السبب ده لاهتمام السفاره المصريه طبعا عملت اتصالات، وكان كل يوم الحق يتقال مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزير الشباب والسفاره كانوا معانا يعني، لان الموضوع برضك انك انت مصريين وينزلوا اضطراري في مطار اثيوبيا الموضوع برضك شائك يعني جدا جدا. لكن فعلا يعني السفاره كانوا السفير محمد عمر جاد كان يعني كل يوم بيجي لنا يعني، ودي حاجه برغم مشاغله، وكان في مؤتمر اللي فهمته في الوقت ده مؤتمر دولي مهم قوي في اثيوبيا، وكان بيتصل بالتليفون والناس في السفاره. دي حقيقه انت عارف اسلام انا بسافر كتير مع الفرق وغير الفرق والكلام ده، بس فعلا السفاره المصريه في اثيوبيا عامله مجهود جامد قوي 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 يعني. الحمد لله على السلامه يا دكتور، وحمد لله على سلامه اسلام، ودايما كده تكون حلال العقد والمشاكل الطبيه دايما يا دكتور. يعني الحقيقه يتقال ان الاداره بيراميدز مهندس ممدوح عيد وهاني على طول خدوا يعني اتخذ القرار بسرعه يعني. هو يحسب لممدوح عيد والهاني سعيد ان هم فعلا خدوا القرار، و لان طبعا يعني الاطمئنان كمان على لاعب سواء بقى لاعب ناشئ لاعب صاعد لاعب ايا كان، ده حاجه مهمه جدا، فيحسب طبعا لاداره بيراميدز ان هي خدت القرار السريع دوت. دكتور مصطفى معايا ولا معاك يا اسلام؟ معاك
ماشي يا دكتور. انا بشكرك جدا، والحمد لله على سلامتك وسلامه اسلام عيسى طبعا لاعب بيراميدز، ودكتور مصطفى المنيري طبعا طبيب نادي بيراميدز. كان مهم جدا نعرف التفاصيل، والاول مره